صارت بيوت الأزياء العالمية بتتعاون مع الكثير من النجوم والنجمات العرب خلال السنوات الأخيرة، وهيدا كرمال خلق شعبية وتأثير لإلهم بالعالم العربي. رح نبلش مع الفنان باسل خياط اللي أعلنت بلغاري عن انضمامه لقائمة سفرائها كأول سفير إقليمي للعلامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، باعتباره واحد من أبرز الممثلين في العالم العربي. الاختيار تم أيضاً بناء على عدد المتابعين على السوشيال ميديا ومدى تأثيره على نيو جينيريشن. أما النجم أحمد مالك فاخترته دار أزياء ديار مؤخراً ليكون سفيرة للأزياء الرجالية والعطور في الشرق الأوسط بسبب النجاح يلي حققه في السينما والتلفزيون، وطبعاً ما كان بينفع يفوت هالحدث الهام بحياته من دون ما يعلن عن سعادته فيه من خلال بوست نشره على حسابه على إنستغرام. ومنروح للعنصر النسائي وتحديداً مع النجمة نانسي عجرم يلي بتصير على خطأ النجوم العالميين مثل بيونسي وآنا تايلر جوي بعد ما تم تعيينها بفبراير الماضي كسفيرة للعلامة التجارية تيفاني أند كو، وبهيك بتكون هي أول سفيرة عربية للعلامة. وأعلنت نانسي وقتها على حسابها على إنستغرام عن سعادتها بهالتعاون. وفي مايو الماضي تم تعيين الفنانة تارا عماد كأول سفيرة لعطور ومستحضرات تجميل دار أزياء شانيل في منطقة الشرق الأوسط لتصبح أول عارضة أزياء مصرية وشرق أوسطية تظهر في إعلاناتها. رح نرجع مرة تانية لديار، ولكن هالمرة مع النجمة اللبنانية رازان جمال يلي تم تعيينها كسفيرة لمجموعة ديار النسائية في الشرق الأوسط في أكتوبر 2022، وجاء هالتعاون بسبب حب رازان الكبير للدار وحرصة على حضور عروض الأزياء الخاصة فيهم. وفي عام 2020 انضمت النجمة ياسمين صبري لقائمة الأسماء الأنثوية اللامعة يلي اختارها كارتيه كسفيرة لحملات بانتير دو كارتيه، فظهرت مع أنابيل واليس وماريا كارلا بوسكونو وإلا بالينسكا، فتم اختيار ياسمين صبري بسبب أناقتها وقوة شخصيتها بالإضافة لحضورها اللافت والمميز دائماً.